الآن سأجيب إلى الأسئلة وبعد ذلك ستعرف بالإنجليزية بالنسبة للمختطفين. دانا يركاتي كان 11 הערב דיווחנו בכאן 11 في كان 11 اليوم تحدثنا بأن كل الخطفين تمرات افسكات بأن هناك في القطر يتحدث عن صفقة تبادل شاملة تشمل الجميع مقابل الجميع. ما هو موقفهم بهذا الصدد؟ وسؤال آخر، هل ما تحدثت عنه من إطلاق نار هو بالفعل اختراق لهذا الهدوء؟ ما هو خطكم الأحمر؟ كما قلت كانت هناك اختراق لهذه التهدئة أو اختراق لهذا الاتفاق، هناك قواعد ونحن انصعنا إلى هذه الأوامر ورد، قمنا بالرد بنيران قوية. سوف نقوم بقتل كل إرهامي يخاطر بجنودنا. أيضا جيش الدفاع متأهب في الخطوط، جيش الدفاع يعرف بإدارة هذه الأمور بشكل جدي وكما تم الاتفاق عليه. نحن نتقدم بإعادة المختطفين، سنعلم هذا الأمر بعد أن تم هذا الأمر. جيش الدفاع يعي التعامل مع هذه الأمور إن كان خرق أو إن كانت أمور أخرى. الحديث عن صفقة مستقبلية، الأمر لا يتواجد حتى الآن على الطاولة. هناك أمور تم الاتفاق عليها حتى يتم تعريف الأمر بأمر آخر. سؤال آخر، هل الاستمرار بوقف إطلاق النار يضر بجنود جيش الدفاع؟ الجنود في الميدان جاهزون لكل شيء، ونحن حتى نقوم باستبدالهم أحيانا، نقوم أيضا بالتدريبات الخاصة، وأيضا نقوم بتزويدهم بالمعدات والوسائل الإضافية. ואנחנו דואגים שהחיכות המבצעית וביטחון כוחותינו יעמדו בסדר עדיפויות ראשון. תני גולדשטיין מזמן ישראל, כמה חטופים יש בעזה? מהו עדד המחטופים في غطاء غزة? انا لا اريد ان اقوم بتفصيل هذا الامر. בשלב הזה في هذه المرحلة אנחנו נסיים את הלילה. نحن سننهي هذه الليلة. ואנחנו מתחייבים להתקן. ونحن ملزمون بإعلامكم في نهاية هذه الليلة. נתונים שיעמדו بالمعطيات التي موجودة في أيدينا. كما يشخروا بالليلة عدد الذين سيتم الإفراج عنهم وأمور أخرى، لذلك سنعلمكم في هذا الأمر بعد ذلك. لو بعدكنيم كور يومين وזה يوصر ترفت شبا بكل أتار יש מספר אחר מנוחש. אני בטוח שזה מטריף. أنتم في الأيام الأخيرة في اليومين الأخيرين لم تعلموا الجمهور بالأعداد، لماذا لا تعلموا؟ قبل كل شيء لدينا إرادة ورغبة בתחילת הדברים שלי בתחקיק מה קלנו שלוש משפחות בעלמנا בثلاث عائلات חללים חטופים לשהדה סחטו في هذه المعارك את הממצאים את המידע לסגור את הקצוות וקודם כל אנחנו עסוקים במשפחות. אנחנו في البداية منشغلون بقضية العائلات לציבור לפני שהוא מובא. في البداية نعلم العائلات بعد ذلك الجمهور، لذلك نحن سوف ننهي هذه الليلة، نجمع كل المعطيات والمعلومات. إذا هذا لا يمس بأمن إعادة المختطفين سنعلم الجمهور بكل ما يرغب به. نعم، هذا كان المتحدث باسم جيش الدفاع دانيال. كنا نتابع معكم هذا المؤتمر الصحفي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري. وفي هذا المؤتمر قال هاجاري بأن حماس ترفض قيام الصليب الأحمر بزيارة الأسرى، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ثلاثة من جنوده وأن حماس تحتفظ بجثثهم. يقول هاجاري بأن حماس خرق اتفاق الهدنة، وبالتالي الجيش الإسرائيلي رد كما قال وكما وصف ذلك بأنهم جاهزون لاستئناف القتال في غزة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.